لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. انا عارفه حضرتك تقصدي ايه، عايزه تاخدي مني وعد اني ابعد عن ادم واسيبه لمراته. يكون في علمك لو ما كنتش بحبكم انتوا الاثنين ما كنتش فكرت بالطريقه دي. انا عارفه ان انت وادم مالكوش ذنب في كل اللي حصل، بس برضو كمان نوع ما عملتش حاجه وحشه علشان هو كمان يظلمها بسببك. ما تخافيش، من كتر الظلم اللي شفته في حياتي ما بقتش عارفه اظلم حد. الدنيا علمتني ما اقدرش اخد منها كل حاجه، بس كمان الدنيا علمتنا اننا لا نضعف ولا نيأس. لو كنت هضعف كنت ضعفت من زمان، بس ربنا قواني على العذاب اللي شفته في حياتي، وهفضل قويه لحد ما اخد حقي من عمي.
ربنا يا جميلة يقدرني وعوضك عن كل اللي فات، وهفضل جنبك لحد ما ربنا يرزقك بابن الحلال اللي يستاهلك وتستاهلي، وانا بنفسي يا ستي لحذفك عليه. اتفضل يا بابي. مامي ما شاء الله الفستان هينطق عليك. انت عارفه انا بقالي كام سنه نفسي اشوفك بفستان الفرح ده. عرفتي ان فرحي الخميس الجاي؟ طبعا يا حبيبتي، امال انا جايه لك ليه؟ مع اني كان نفسي اعرف من قبلها علشان اكون عامله حسابي. لا ما تقلقيش، مش هشغلك خالص ولا هاخدك من شغلك، هحتاجك بس يوم الفرح. بس انا بقى محتاجه اكون معاكي من قبل كده. انا شايفه الفستان كده واسع من هنا شويه، عايز يتضايق. اه صح معاكي حق، انا برضه شايفاه محتاج يتظبط. انا هكلم الديزاينر على طول. انتوا هتعملوا الفرح فين؟ في اوتيل. هبقى اديكي العنوان بالظبط، وتاني يوم هنسافر شهر العسل. يبقى مفيش فرصه اكلمك فيها الا دلوقتي. تكلميني في ايه؟ شريف اخوكي عاوز يتجوز ايمان اخت جوزك، شكلك كنتي عارفه. اه بس ما كنتش فاكره ان الموضوع هيوصل للدرجه دي. يعني هو طلب مني اروح اخطبها من اهلها، بس انا ما وافقتش. قلت ما فيش اي حاجه تجبره انه يتجوز ويرتبط بواحده في الظروف دي. وقفت اخوكي جنبي في طلاقي من عدنان مخلاني مش قادره اتخلى عنه. قلبي بيقول لي سيبي يخطبها، يمكن يكون ربنا رايتهم لبعض. بس عقلي يرجع ويقول لي ما تسيبوش يتعذب بخطوبه محكوم عليها بالفشل وجوازه مش ممكن هتتم. نهى انت معايا يا حبيبتي؟ اه معاكي طبعا. انا محتاره مش عارفه اعمل ايه، اوافق ولا ارفض؟ اكيد هنبقى نقعد ونتكلم في الموضوع ده بعدين. انا مش هسيبك لغايه يوم الفرح، هعدي عليكي كل يوم لحد ما اتاكد ان كل حاجه بقت جاهزه. بس معلش اعذريني النهارده، عندي حاله في العياده ولازم اروح بسرعه. معلش ما تزعليش مني يا حبيبي. انا كنت جايه ابارك لنهى. صحيح عرفت من بره بس مش ناويه اعملها مشكله. أمك كانت جاية ليه؟ في إيه يا بابي؟ ما هي كانت لسه بتقول جاية تبارك لي. زي ما تكون قالت لك حاجة ضايقتك. لا خالص بالعكس، ده حتى أنا هحتاج مامي معايا كتير قوي اليومين الجايين. خير؟ ماجد قال لي ان هو راح لحضرتك الشركه النهارده. وقال لك ايه كمان؟ ما قاليش. انا اللي عايز اعرف رايك ايه في الكلام اللي هو قاله لك. انا مش فاهم ازاي يا دينا عايزه ترتبطي بواحد لسه ما تعرفوش كويس، وقال ايه هيخطب ويسافر كمان. ما هو قال لك ان هو مهاجر امريكا. ايوه ما هو ده اللي مخوفني منه، ازاي ادي بنتي الواحد ياخدها كده ويسافر وهي لسه ما تعرفوش كويس. يا بابا انا هعرف اظبط حياتي يا بنتي. بالعربي كده في الغربه مش هيبقى فيه غيره، يعني لو ضايقك مش هتلاقي حد ينجدك منه. ونلجأ لحد ليه؟ مش هعرف اخد حقي بدراعي يعني. والله هي جوازه ولا خناقه يا دينا؟ بابا قولي الحقيقه، انت ما رفضتش ماجد عشان موضوع السفر ده. امال رفضته ليه؟ عشان يبقى اخو ليلى عبد الحميد. ايه؟ ايوه ليلى عبد الحميد اللي كانت هتشاركك زمان في البيزنس بتاعك، واضح ان انتوا اتخانقتوا خناقه كبيره قوي لحد النهارده ما نسيتوهاش. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ ماجد، وهي لما شافتني معاه في النادي ركبها 100 عفريت. بس ولا يهمك، ماجد قال لي لو انت وافقت هينفض لها. اما والله العظيم حاجه عجيبه قوي، بقى ماجد ده يطلع اخو ليلى عبد الحميد. هو انت ليه بتقولي كده كانك ما كنتش تعرف؟ وانا هعرف منين؟ هو كل اللي قاله لي ان عنده اخت وخلاص. يعني انت ما رفضتوش عشان الموضوع ده؟
لا طبعا. طيب ايه رايك لو قلت لك ان انا عايزه ارتبط بيه وانت عارفني دماغي جزمه قديمه ومش هسلم بسهوله؟ يا دينا احنا في ايه ولا في ايه بس؟ طيب بعد فرح ادم قولي له ممكن اقعد معاه. بجد؟ قشطه. ماشي يا عم مدحت يا جامد. هو ده الكلام. هروح انا بقى ابلغه. ماشي. ايه يا بنتي تعالي هنا وانا قاعد مع قهواجي في غرزه. ايه قشطه والعبط ده؟ خلاص بقى يا بابا هروح اقول لماجد ان انت وافقت قبل ما ينتحر من الياس. طب استني جات لي فكره كويسه. اعزمي على فرح ادم. لا ده كده كتير بقى، ده كده هينتحر من الفرحه. سلام يا والدي. مساء الخير يا ادهم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كل ده عندي جميلة؟ عارفة طبعا انك زعلان مني عشان قلت لك سيبنا لوحدنا، مش كده برضو؟ ما كنتش اعرف ان في بينكم اسرار. ومين قال لك ان بيني وبين جميلة اسرار؟ انا طلبت منها انها تبعد عنك. تبعد عنك وتسيبك لمراتك. تستغربش انا كمان جاي اطلب منك نفس الطلب ده. سيب جميلة يا ادهم. ما تفكرش فيها، سيبها تشوف حياتها ومستقبلها. ما اقدرش يا ماما ما اقدرش. هتقدر، وهتوعدني كمان انك ما تتصلش بيها تاني. حاضر هحاول. ما تخافش على جميلة يا ادهم، طول ما انا عايشة على وش الدنيا مش هخليها تحتاج لأي حاجة. حبيبي انا عملت كده علشان بحبكم، عشان بجد خايفة عليكم ومش عايزاكم تتعذبوا ببعض. يا ريت ما نتعذبش واحنا بعيد عن بعض. متهيألي انت عرفت دلوقتي نصيبك فين. يا ريت تسيبها هي كمان تشوف نصيبها فين. مامي قالت لي انك عايز تتجوز ايمان. ياه، يعني انت يبقى فرحك كمان يومين وجاي لي مخصوص عشان كده؟ مامي قالت لي وطلبت مني اجي اتكلم معاك. حتى لو ما طلبتش انا عارف ان الموضوع ده يهمك اكتر منها بكتير. على فكره انت لازم تفكر كويس جدا، الموضوع مش سهل زي ما انت فاهم. هو ايه بقى اللي مش سهل؟ انك اتجوز واحده عاميه ما بتشوفش ولا انك اتجوز ايمان بالتحديد؟ ما هو انك تتجوز واحده عاميه ما بتشوفش دي هتبقى محتاجه مرافق مش محتاجه زوج. وايمان بالتحديد انت ازاي مش خايف انها بعد ما تتجوز؟ لا مش خايف خالص. انت اللي فرحك كمان يومين وخايفه ادم يعرف انك كنت عارفه ومخبيه، مش ده اللي جايبك دلوقتي؟ لا، اللي خلاني اعمل كده ان انا عايزه اداري عليك انت. لا انت عملت كده عشان خايفه تخسري ادم، تفرق كتير. بص يا انا هصدق انك بتحبي ادم بجد، بس انت كمان لازم تعرفي ان انا بحب ايمان بجد، وزي ما هتتجوزي ادم انا هتجوز ايمان.
دلوقتي انا عايز اعرف احنا ليه ما تقابلناش في النادي زي كل مره؟ هو انت ما بتزهقش؟ مش كفايه بكلمك ما بتردش عليا؟ وديني رديت ومفيش اي حاجه اختلفت، شكلك بتزهقي بسرعه ومش طايقه البلد وعايزه تمشي. ما تغيرش الموضوع. وده جزء من موضوعنا يا دينا. من غير فلسفه، انا جاي اقول لك ان بابا ما كانش يعرف ان ليلى تبقى اختك. يعني هو رفضني من قبل ما يعرف ان انا اخو ليلى. اها. لو كان عارف كان هيعمل فيا ايه؟ طب ايه رايك بقى ان فعلا عارف؟ اه طيب انا هلحق اسافر بقى قبل ما يبعت لي حد يموتني. لا بس تلحق تجهز علشان تقعد معايا قريب. مش فاهم. انا كمان مش فاهمه، بس اول ما عرف انك اخو ليلى غير رايه وقال لي ان هو هيقعد معاك بعد فرح ايده. غريبه. الاغرب من كده انه قال لي اعزمك على الفرح كمان. بيتهيألي لو كنت استنيت عليه شويه كان عمل فرحنا مع فرح ايده. يا بنتي اللي انا فاهمه من ليلى ان هو وهي مش طايقين بعض. ما اعرفش، جايز لما تقعد معايا تعرف حاجه انا ما اعرفهاش. جايز. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جميلة؟ الحمد لله. لا ده انا رايح عزا، فوطة سودا عزا. عزا ولا فرح آدم؟ هو انا بيبان عليا ما بعرفش اكدب؟ انا والله العظيم ما كنتش عايز اروح بس هم اللي غصبوا عليا. معاهم حق، ادم صاحبك ولازم تبقى جنبه في يوم زي ده. طيب عايزه حاجه؟ شكرا. مبسوط اننا اتجوزنا؟ طبعا. نفسي اصدق. طول الفرح وانت مش معايا خالص. ليه بتقولي الكلام ده؟ عشان انا من يوم ما عرفتك وانا حاسه بيك اكتر من حاسه بنفسي. بس احساسك المره دي مش مظبوط. آدم سرحان في إيه؟ لا أبداً مفيش حاجة. أنت لسه بتفكر فيها؟ ليه بس السؤال ده؟ عشان أنا نفسي أحس إن أنت بتاعي لوحدي. طب ما أنا فعلاً بتاعك لوحدك. على الورق بس مش بقلبك. لو فضلت تفكري كده هنتعب اول يومين الجايين دول يا نهى. تفتكر هيبقوا يومين فعلا ولا هنفضل كده طول عمرنا؟ انا عارف اننا هنتعب قوي عشان ننسى كل اللي حصل، بس لازم يعني نصبر ونستحمل. محدش صبر قدي، ومفيش واحده في الدنيا تستحمل اللي انا استحملته، بس كل ده عشان انا لسه بحبك ولسه عندي امل ان انت كمان تكون بتحبني وما تكونش اتجوزتني بس عشان ابنك اللي في بطني.
مدحت بيه؟ فندم. استاذ احمد مستني برا. احمد مين؟ جوز مدام عز. ما قالكيش عايز ايه؟ قال لي عايز من وقت ساعتك ربع ساعة. طب خليه يتفضل. صباح الخير يا أنكل. أهلا، تفضل. أنا ما قدرتش أجي لك البيت فقلت أجي هنا أحسن عشان نتكلم. مفيش بيننا وبين بعض كلام أساساً. أنكل، أنا جاي أطلب من حضرتك إني أرجع عزة تاني. ترجع عزة؟ بعد كل اللي حصل بينكوا؟ ما تنساش حضرتك إن عزة هي اللي كانت مصممة على الطلاق. ما هو بعد اللي أنت عملته فيها. بص يا أنكل، أنا مش عايز أتكلم في أي حاجة من اللي فاتت. ده أساساً مفيش حاجة خلاص بينك وبين عزة. ما تنساش حضرتك إن أنا وعزة لسه في فترة العد. يعني عايزني أروح أقول لها إيه؟ طليقك طلع في دماغه يرجعك؟ أنكل، أنا وعزة قعدنا مع بعض واتفقنا إن إحنا نرجع. إمتى؟ قبل فرح آدم، وهي لقيت لي استنى لبعد الفرح. ده لعب عيال بقى. بص يا أنكل، عزة كانت مصممة على الطلاق وأنا غلطت لما وافقتها، ودي فرصة كويسة جدا إن إحنا نرجع لبعض. قبل ما ترجعوا لبعض لازم تعرفوا إيه السبب اللي خلاكوا تسيبوا بعض. لو في دي بقى ما تقلقش، كل واحد فينا عارف هو غلط في حق التاني إزاي، ومحدش هيكرر غلطه تاني. وفاء قالت لي إن آدم اتجوز. يا جميلة، أنت لسه زعلانة مني ولا إيه؟ لسه شايفه ان انا ما بفكرش الا في نفسي وبس؟ لا انا ما قلتش كده والله. وفاء قالت لي كده على لسانك، بس يمكن كان عندك حق. انا ساعتها ما كنتش بفكر الا في نفسي وبس، بس عشان كنت بحبك قوي، كنت عايز اعمل اي حاجه عشان تبقي جنبي وبس. انا حاسس ان انتي دلوقتي ما بقاش ليكي حد في الدنيا اللي انا، فما ينفعش اتخلى عنك. جميله، انتي دلوقتي ما ينفعش تقعدي لوحدك ابدا. بس أنا مش هرجع بيت عمي. أيوة بس لازم تنزلي الشغل، أنا محتاجك في المطعم والزباين بتسأل عليكي كل يوم. بس أنا وعمي مش هينفع نشتغل في مكان واحد. بسيطة، أنا ممكن أرجعه تاني فرع اسكندرية. وهيقعد فين بعد ما أجر شقته اللي هناك؟ صعبان عليكي قوي يعني بعد كل اللي عمله فيكي. صعبان عليا وفاء وطنط فريدة، مش عايزاهم يتشحططوا بسببه. لا، أنت كده بقى بتتحججي وخلاص عشان ما تنزليش المطعم وتبقي معايا. يا ستي لو زعلانة مني حقك عليك. لا والله ما زعلانة منك. خلاص، يبقى قولي لي مش عايزة تنزلي الشغل ليه؟ شفتي بقى؟ شكلك مخبية حاجة. وفاء بتحبك. ايه؟ كنت فاكراك هتعرف لوحدك، بس يظهر كنت مشغول بيا قوي فما عرفتش تحس بيها. وفاء، مهما وصفت لك عمري ما هقدر اشرح لك هي بتحبك قد ايه. بتهيألي عمرك ما هتلاقي حد يحبك كده. ايوه بس طول ما انا بعيد هيبقى عندك فرصه تقرب منها وتحس بيها. وصدقني لو خسرتها مش هتقدر تعوضها. مالك يا مامي ساكتة ليه؟ مفيش إيمان، بس قلقانة على أخوكم من ساعة ما سافر في شهر العسل وهو ما كلمنيش. يا مامي احمدي ربنا إن هو كلمك أصلا قبل ما يسافر. يا مامي يعني أنت هتفضلي شايلة همه حتى بعد ما تجوزي؟ أنا هفضل شايلة همكم طول عمري، وشايلة همه كمان أكتر من الأول بكتير. تميت هتواصل بابي؟ مساء الخير. مساء
مساء النور يا بابي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. مش عوايدك يعني ترجع بدري من الشغل؟ الشغل هو اللي خلص بدري، وبعدين في حاجه تانية كمان جابتني بدري. خير؟ احمد جالي المكتب النهارده يا عزه. طلب انه يرجعك. ايه؟ ايه مستغربه؟ ده حتى قال لي ان انت كمان موافقه ترجعي له. صحيح؟ يا ما انت كريم يا رب. صحيح الكلام ده يا عزه؟ ايوه يا مامي. اقدر اعرف ايه اللي خلاك غيرتي رايك كده؟ جرى ايه يا مدحت؟ انت مش عايزه ترجع لجوزها ولا ايه؟ لا بس احب اعرف ايه اللي بيحصل من ورا ظهري. مفيش حاجه بتحصل من وراك يا بابي. هو كل الموضوع انه حلف لي انه ما خانيش. وما كانش قادر يحلف لك قبل ما تطلقوا؟ معلش يا بابي، عزه بس وقتها كانت متضايقه شويه وما كانتش عارفه تفكر. وايه اللي يضمن لي انهم مش هيسيبوا بعض تاني لو رجعوا لبعض؟ اتفاق الخير يا مدحت، ده احنا ما صدقنا ربنا هداهم وهيرجعوا لبعض. مش عايزه اتفاق الخير واقعد احلم احلام ورديه وبعدين اصحى على كابوس. لا 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 مفيش الكلام ده خالص. انا واحمد اتفقنا على كل حاجه وما اعتقدش ان احنا هنتخانق تاني. طب اتصلي بيه وشوفي هترجعوا لبعض ازاي وامتى. مبروك مبروك يا حبيبتي. الف مبروك. تحت قوي. مبروك يا عز. لولا امي ما كنتش رجعت لحد. ربنا يخليكم لبعض يا حبايبي. عقبال ما افرح بيكي يا امان انت كمان. اهلا عدنية. اوكي السبت الساعة 1 اكيد هبلغ. مع السلامة. اللي كان بيكلمك ده عدنان؟ ايوه. هنخلص كل حاجة يوم السبت. الحمد لله. مبروك. انا فرحانة، انا فرحانة قوي يا شريف. لولاك ما كانش وافق انه يطلقني بالسهولة دي. عارف ان شاء الله اول ما يتم الطلاق هنخرج انا وانت نحتفل بالمناسبه السعيده دي. لا معلش مش هيبقى عندي وقت. شريف انت لسه زعلان مني علشان قلت على ايمان بلاش؟ ده رايك يا ماما انت حره فيه. انا بس ما جاش في بالي انك تروحي لها من ورايا عشان تقوميها عليا. تعملي اي حاجه عشان تبعدي ايمان عني. وما فكرتيش للحظه بس تسالي نفسك انا ليه متمسك بيها كده رغم انها عاميه من وجهه نظري. انا مش هسيب ايمان يا ماما، لاني محتاج لها اكتر ما هي محتاجاني بكتير، عشان هي اكتر واحده فيكم فهمتني وحبتني. متشغليش بالك، خليكي في المناسبه السعيده بتاعتك وسيبيني انا احل مشاكلي بطريقتي. وحبيبي لابس بورنيت ومعلق في رقبتي. خدت البوسه يا حبيب بابا. بابا انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ والله عندك حق، عندك حق في السؤال اللي انت بتساله ده، لان الوقت اتاخر قوي. كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت واقف مع جماعه اصحابي كده على اول الشارع. والله كنت والشارع ده ايه؟ ما بيزهقش منكم يا بابا. ما احنا في اجازه برضه. ويعني انتوا اتمنعتوا عن الشارع في الدراسه يا اخويا؟ طب حضرتك عايز مني حاجه قبل ما اخش انام؟ عايز. انا مش كنت طلبت منك انك تسال عن النتيجه بتاعتك؟ اه انت ما تعرفش. لا ما اعرفش. بس سالت النهارده عليها وقالوا لي لسه شويه. كذاب كذاب وبتستهبل. النتيجه طلعت وانت مخبيها عليا. انا اتصلت بالمعهد في اسكندريه
وعرفت ان النتيجة طلعت وانت سقطت. سقطت زي السنة اللي فاتت. وغصب عني برضه يا حاج، ما عرفتش اركز بعد ما اتحبست في قضية زميلي الجميلة. طبعا هي غريبة عليك يا حبيب بابا، ما انت كل سنة بتدور لي على مبرر غير السنة اللي قبلها. يا محمود يا محمود، الدنيا ليل، ما ينفعش زهق دلوقتي. صباح ربح. صباح ايه؟ صباح يا فريدة، انت بتضحكي على نفسك ولا بتضحكي على ما بتعمليش كده؟ الله، انت دلوقتي جاي لك نوم بعد ما عرفت الخيبة التقيلة بتاعت ابنك الحيلة؟ ما انا اول واحد ولا اخر واحد سقط يعني؟ عارفها يا ولد، عارفها الجملة دي، كنت بقولها لابويا قبليك. يا اخي حس على دمك، نفسي اعرف، نفسي اعرف ناقصك ايه؟ ناقصك ايد ولا رجل عشان تنجح زي بيت الخل؟ اختش على دمك، حس بقى وتحمل مسؤولية نفسك. لغايه امتى هتفضل واقف قدامي كده زي الشحط ومدت ايدك تاخد مصروفك زي العيل الصغير؟ انت بتذلني بالفلوس اللي بتدهاني ولا ايه؟ خلفتونا ليه طالما مش عارفين تصرفوا علينا؟ يا لهوي الحان يا محمود، انزل شوف ابنك هيعمل ايه. لا سيبه، سيبه يعمل اللي يعمله، غليه يولع. ما هو ده العيب فيه، ده اللي بوظه من صغره، وده بيحس قوي، وده لو بيحس كان سقط. قول قرف، قول من وش انت الاخرى. دهية يا رب اهدي يا ماما، لا يخرج مع اصحابه ويرجع تاني. تخافيش. انت مخاصمني ليه؟ بتقولي كده؟ ما كلمتنيش من ساعة ما جيت. معلش كنت مشغول شوية. مشغول؟ بمين بقى؟ بعزة؟ ما تستغربش قوي كده، أنا عارفة كل حاجة. عارفة إيه؟ عارفة إنك كنت معاها قريب، وعارفة كمان إنك كنت امبارح مع باباها في الشركة. تبقى تحدي يراقبني بقى ولا إيه؟ واللي ما يكونش براقبك أنا بنفسي. أحمد، ما تحاولش تفهمني إنك متضايق، بالعكس أنت ممكن تكون مبسوط قوي إن اتنين ستات بيتخانقوا عليك. وبرضه ما تفرحش قوي كده، عشان اللعبة دي مش هتستمر كتير.